أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صحافة الغد، نقلب فيها بإذن الله في منشطات صحف مصر الصادرة ليوم 26 سبتمبر 2019. هنبدأ مع حضراتكم وكالمعتاد بأبرز عناوين صحف مصر. من اليوم السابع السيسي: التنمية المستدامة أحد أهم إنجازات التعاون الدولي والتنموي. من جريدة الأخبار: رئيس الوزراء يتفقد مشروعي معا والمحروسة لتطوير العشوائيات. ومن جريدة الوفد: وزير الدفاع: لا تهاون في الدفاع عن الوطن وسنظل الحصن الأمين للشعب. ومن الشروق: اتحاد الكرة يناقش ترضية صلاح بمنحه شارة قيادة المنتخب. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ بأول هذه العناوين والتفاصيل المندرجة تحت نفس الخبر. السيسي أمام الأمم المتحدة: التنمية المستدامة أحد أهم إنجازات التعاون الدولي التنموي. الرئيس في كلمته باجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة يقول: نفذنا في مصر برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي. حقيقة إن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثف في إطار اجتماعات الأمم المتحدة، وتحديدا الدورة 74، الكلمة اللي ألقيت اليوم بخصوص التنمية المستدامة رغم أنها كانت كلمة مقتضبة إلى حد ما، لكن كانت مليئة بالملفات. لو أخذنا هذه الكلمة وفصلناها تفصيلا هنجد أن فيها تقريبا تشريح لأوضاع التنمية في مصر أو لحالة التنمية في مصر وإفريقيا أيضا. مصر في هذه الكلمة على لسان رئيس الجمهورية تحدثت عن نفسها، وتحدثت أيضا عن القارة الإفريقية باعتبار أن مصر بترأس حاليا الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. خلونا نشوف تعقيب على هذه الكلمة وأبرز ما فيها والنقاط الرئيسية فيها من الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور إسلام، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عاصم، لك التحية وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور إسلام. نبدأ بتعقيبك السريع على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التنمية المستدامة في إطار هذا الاجتماع اللي خصص لهذا البند التنمية المستدامة. في واقع الأمر الرئيس السيسي أول رئيس مصري بيشارك 6 اجتماعات متتالية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وده بيأكد حرص الرئيس على تمثيل مصر أمام دول العالم من أجل طرح مبادرات الرائدة ورؤية مصر لحل مشاكل المنطقة. في الحقيقة أن كلمة الرئيس السيسي جاءت أمام قمة التنمية المستدامة واضحة ومعبرة، ووضعت النقاط فوق الحروف فيما يخص محاور للتحرك من أجل الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي. المحور الأول تحدث سيادته عن البناء عن الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء، حشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد لبلوغ غايتها، وأيضا ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم من خلال تهيئة المناخ الدولي، وجاء محفزا لتدفق الموارد اللازمة دون مشروطية سياسية. وهنا أكد الرئيس السيسي على دون فرض شروط سياسية أو فرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية. والنقطة المهمة أيضا الأخيرة سرعة تنفيذ الاستراتيجيات الرامية لرفع قدرة الدولة على النهوض، على رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم القدرات البشرية، ودي بتأكد على أهمية أركان العملية التنموية. ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على أهمية العنصر البشري، أهمية بناء الإنسان. طيب دكتور إسلام، الحديث عن مصر تحديدا ورؤية 2030، في تصور حضرتك مصر قطعت يعني كم من الأشواط في إطار الوصول لفكرة التنمية المستدامة أو لتحقيق منطق التنمية المستدامة في المحاولات اللي بتقوم بها مصر في السنوات الأخيرة؟
هو في الحقيقة مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، كانت من أوائل الدول اللي تبنت المخطط الوطني لرؤية 2030 تنفيذا لأجندة الأمم المتحدة. ده بيتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسمى برؤية مصر 2030. دي كانت المحرك الأساسي اللي بتمثل في برنامج طموح اللي هو الإصلاح الاقتصادي اللي مصر نجحت فيه. يعني مصر نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده كان بشهادة المؤسسات الدولية العالمية. من بداية نجاح التجربة المصرية بدأنا في نوفمبر 2016، وحاليا احنا في 2019. كانت خطة التنمية المستدامة مبنية على أسس موضوعية قامت على مجموعة من المحاور، كان أهمها النمو الاقتصادي. مصر كان في 2013 كان أقل معدل نمو سكان، وكان المعدل كان ضئيل جدا بالنسبه لمعدلات النمو. مصر حققت الان قفزه كبيره بالمقارنه بالوضع السابق، وحققت ما كان مستهدف، وده بشهاده المؤسسات الدوليه. قامت ايضا على التنميه المستدامه من خلال مصر قطعت شوط كبير قوي في اصلاح محاور كثيره، منها مجال التعليم والصحه والثقافه وقوانين الاستثمار. طيب هنا يا دكتور اسلام لو سمحت لي، من يفصل ان مصر قطعت اشواط جيدة في مسألة التنمية المستدامة؟ هل تقييمنا لنفسنا احنا كمصريين او كدولة ويعني سلطة تحكم مصر او نظام يدير شؤون البلاد، ام زي ما حضرتك بتقول ان في بعض المجالات زي الاقتصاد مثلا ممكن يبقى تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني العالمية ارائها تعتبر وتؤخذ يعني بمحمل الجد من كل العالم لأنه يعتمد على هذه الآراء فيما بعد؟ من هنا يقيم إلى ما وصلنا في التنمية المستدامة؟ هو في الحقيقة حضرتك سألت سؤال هام جدا. نحن الآن بعد 4 سنوات من أجندة التنمية المستدامة الأممية منذ عام 2015. طبعا احنا ما بنتكلم عن التجربة المصرية ليست بمعايير مصرية، ولكن بمعايير دولية ومؤسسات دولية هي اللي بتقول رأيها في الاقتصاد المصري. وده ما كانش من فراغ. حضرتك لو هنبص على كافة مؤشرات زي معدلات التضخم، معدلات البطالة، الصادرات، الواردات، كل العوامل دي، وأيضا تدفق الاستثمارات العالمية والتعامل مع المشروعات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، هنلاقي طفرة حصلت بتفوق أكثر من 3 مرات من العقد السابق. إذن في هناك تناغم بين السياسات الاقتصادية، والمطلوب هو التعاون والاندماج. والتعاون والاندماج ده مش بين مصر بس، بين الاقتصاد المصري فقط، ده بين الاقتصاد الافريقي والاقتصاد العالمي ايضا. هناك تدفقات على مستوى مصر، تدفقات كبيره حدثت في العامين السابقين من خلال الاصلاح في السياسه المصريه، وده اللي احنا بنجنيه الان بشهاده المؤسسات الدوليه، وده من خلال ارقام ومؤشرات صادره عن الوكالات الدوليه زي وكاله فيتش، زي وكاله موديس، زي صندوق النقد الدولي. حضرتك احنا وصلنا معدل نمو 6% بعد ما كان في 2013 2.4%. المعدل الاحتياطي بالبنك المركزي وصل 46 مليار دولار بعد ما كان 14. معدل التضخم كان وصل 6.7 بعد ما كنا 62%. اذا المؤشرات هي اللي بتتكلم عن مصر، وهي اللي بتتكلم عن نجاح الاقتصاد المصري. نعم. طيب أسأل حضرتك يا دكتور إسلام عن الشق الإفريقي في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة التنمية المستدامة. الرئيس تكلم عن الرؤية الإفريقية الأكثر شمولا للتنمية اللي هي 2063. الحقيقة هو الرئيس كان سفير فوق العادة، لأنه بيسوق لمشروعات أفريقيا والاستثمار ومستقبل الإفريقي في المجالات المختلفة زي الزراعة وزي الصناعة وزي التجارة، وده نتيجة قرب أفريقيا من أوروبا من أجل أن نعمل على التكامل الأوروبي الاقتصادي. الحقيقة أفريقيا اتظلمت خلال الفترة الماضية، ومن حقها أن هي يكون ليها رؤية خاصة بها، خاصة أن أفريقيا تمتلك 70% من الموارد الطبيعية الموجودة على مستوى العالم. نعم. مليار نسمة تقريبا بيعيشوا في أفريقيا، تمتلك سوق كبير من أكبر الأسواق على مستوى العالم، وما زالت المنطقة الإفريقية، القارة الإفريقية السمراء، منطقة بكر. وبالتالي أراد الرئيس السيسي تأكيد الهوية الوطنية الإفريقية
في كل كلمة قالها لابد أن يكون هناك تأكيد على كل هوية على مستوى كل دولة أفريقية على حسب المزايا النسبية الموجودة بكل دولة. والرئيس كان بيحاول فعلا يسعى ان هو يسوق للاقتصاد الافريقي عشان تصبح افريقيا وجهة العالم الاستثمارية وتسويق افريقيا وتنعم افريقيا ببيئة التنمية المستدامة التي هي حق الاجيال القادمة في الحصول على كل متطلبات الحياة من كل الاشياء من النواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية والنواحي الثقافية، وبالتالي ممكن ان نحقق اهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الاستراتيجيات ومن خلال التخطيط القائم على الاستدامة ومن خلال التفعيل لفروع الاقتصاد المختلفة والتي تتمثل منها على سبيل المثال في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجالات الاقتصادية الحديثة مثل الاقتصاد البنفسجي، وقريبا سيتم الإعلان عن فرع جديد من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد الأصفر، وكل ذلك يخدم مجالات التنمية المستدامة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءة. إلى صحيفة الأخبار وعنوان جديد من الصفحة الثالثة، رئيس الوزراء يتفقد مشروعي معا والمحروسة لتطوير العشوائيات. مدبول يقول توفير حياة كريمة لأهالينا وضمان النشأة في بيئة حضارية. باختصار هذا مشروع لتوفير الحياة الكريمة لأهالي مناطق عشوائية مهددة وغير آمنة، انتقلوا إلى أماكن جديدة اللي هي المشروعات المحروسة في مشروعين الحقيقة اللي هو المحروسة واحد والمحروسة اثنين. زي ما بيقول الخبر في المحروسة واحد ده مساحته 33 فدان، 128 عمارة، 3157 وحدة سكنية، و84 محل تجاري. المحروسة 2 18 فدان، 65 عمارة، 1594 وحدة سكنية غير وحدات إدارية وخدمات. رئيس الوزراء أيضا تفقد مدرسة، وده اللي يمكن نقطة جيدة جدا إنه المدرسة عملت بالفعل واستقبلت الطلاب بالفعل مع بداية العام الدراسي، فيها 23 فصل و370 طالب موجودين فيها، تقريبا الكثافة العددية في الفصول تقريبا 26 طالب، وده إنجاز إن تكون مدرسة حكومية وبها هذه الكثافة العددية الجيدة جدا إن لم تكن الممتازة مقارنة بالمدارس الأخرى حتى الخاصة. هذا بيعني إنه فكرة خلق مجتمعات بديلة آمنة مستقرة ودائمة لسكان المناطق العشوائية هو يسير، الركب ما زال يسير، لكن بالتأكيد إن إحنا ننقل ناس عاشوا حياتهم كاملة في منطقة حتى ولو كانت بها يعني ما بها وعليها ما عليها من مشاكل، لكن أن تقتلعوا من هذا المكان وتقنعوا إن يروح مكان جديد مهما كانت المغريات بتكون مسألة صعبة يمكن عند المصريين أكتر من غيرهم، لأن المصري معروف دايما إنه بيتمسك بمنطقته وبأرضه بالمكان اللي عاش فيه فترات طويلة، ودي كانت نقطة واجهت الدولة في نقل كتير من المناطق العشوائية من قبل. لكن في المحروسة واحد واثنين ومعا في يعني منطق جيد جدا هيرجعنا لبعض الإنجازات السابقة في هذا الموضوع زي عشوائيات زينهم لما اتنقلت. إلى صحيفة الوفد وتحديدا الصفحة رقم 2، العنوان مع حضراتكم: في لقائه رجال المنطقة المركزية العسكرية ودارسي المعاهد التعليمية، وزير الدفاع يقول لا تهاون في الدفاع عن تراب الوطن وسنظل الحصن الأمين للشعب. في تفاصيل هذا الخبر، التقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدد من القادة والضباط وضباط الصف وأيضا جنود المنطقة المركزية العسكرية وعدد من الدارسين بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة. القائد العام للقوات المسلحة استهل هذا اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وتحدث عن
اهتمام القوات المسلحة بتدريب كوادرها وتخريج ضباط يكونوا مثال في الالتزام والانضباط المعروف عن العسكرية المصرية، وأيضا تحدث مع الحضور عن أهم القضايا والشواغل اللي بتهم الوطن وبتهم مصر الآن، وطبعا على رأسها مكافحة الإرهاب. أتوجه مع حضراتكم إلى جريدة المصري اليوم والصفحة رقم 1، عنوان الخبر: مصر تبدأ خطوات علاج مليون أفريقي من فيروس سي، إرسال فرق طبية إلى جنوب السودان وتشاد. تفاصيل الخبر هو إعلان وزارة الصحة على لسان الوزيرة اتخاذ خطوات جادة والاتفاق مع شركات عالمية عاملة في مجال الاستثمار الصحي للبدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي. والوزارة قالت في بيان ليها النهاردة إن وزير الصحة التقت برؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى برعاية مجلس الأعمال الدولي علشان يتم التفاهم وبحث سبل التعاون على هامش طبعا مشاركة الوزيرة ضمن الوفد المصري المصاحب لرئيس الجمهورية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بيتضمن الخبر أيضا التجربة الجديدة اللي بتقوم بيها مصر من افتتاح مركز أو عيادة طبية تتخصص في الكشف عن فيروس سي في جنوب السودان وتحديدا في عاصمة جنوب السودان جوبا. لمن لا يعلم أيضا، مصر منذ سنين لها عيادة دائمة في عاصمة جنوب السودان في جوبا، وللي شافوا هذا يعني رؤى العين وأنا واحد منهم، هذه العيادة من أول ما بتفتح لحد نهاية عملها شديدة الازدحام، لأنه المواطنون في جوبا وفي جنوب السودان بيثقوا جدا في العيادة المصرية، هي اسمها كده العيادة المصرية، والطواقم اللي فيها هي طواقم بتوفد إلى جنوب السودان من وزارة الصحة المصرية، وبيكون فيها كشف وصرف علاج وما إلى ذلك. في عيادة أيضا دلوقتي للكشف عن فيروس سي، ويعني عمل حصر بالإصابات وبدء في عملية العلاج. بيتحدث الخبر أيضا عن الدول اللي بتعاني من فيروس سي كذلك، منها باكستان على سبيل المثال، لكن الحقيقة التركيز أفريقيا في هذه اللحظة، لأن الهدف اللي وضعه رئيس الجمهورية هو علاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي. تحدثت الوزيرة أيضا في لقاءاتها عن التجارب المصرية اللي بقت الحقيقة تجارب رائدة عالميا في مجال الحملات القومية للكشف عن الأمراض، زي ما حصل في حملة 100 مليون صحة، وأيضا الحملة اللي تم للكشف عن طلبة المدارس، للكشف عن حالات السمنة والتقزم وما إلى ذلك. هذه حملات الآن بتدرس كيفية تنفيذها وإزاي تمت على أرض مصر، ونقل هذه التجارب إلى الدول الإفريقية للاستفادة منها في علاج فيروس سي وغيره من الأمراض. هنستمر مع حضراتكم، وهذه مرة إلى الشروق وتحديدا الصفحة رقم 2، عنوان الخبر أمام حضراتكم: الكهرباء وصول إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 5.5 ميجا وات. محمد الخياط يقول: ربط 32 مشروع بطاقة شمسية في بنبان بالشبكة القومية للكهرباء. بنبان هو مشروع قومي، هو الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس أو الطاقة الشمسية. إجمالي القدرة 1465 ميجا وات بالشبكة، تم تشغيل 1200 ميجا وات منها. الوزارة اللي هي وزارة الكهرباء هتشتري الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية دي اللي فيها المشروع بيتضمن 31 شركة مختلفة. الوزارة هتشتري منهم هذه الطاقة. بنبان أو هذا المشروع سيرفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة ل 5.5 ميجا وات. مصر في المستهدف الأعم والأشمل على مستوى توليد الطاقة الكهربائية، مصر بتستهدف إن 20% من طاقتها تكون مولدة من الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة يعني شمس، يعني رياح،
دي اللي هي الطاقات النظيفة، العناصر الطبيعية اللي يعني ما بتكلفناش شيء وموجودة لكن بنستغلها استغلال إيجابي. إلى خبر من جريدة الشروق وتحديدا صفحة 8، اتحاد الكرة يناقش طردية صلاح بمنح شارة قيادة المنتخب. أزمة صلاح أو المشكلة اللي بيمر بيها صلاح واللي تابعناها جميعا، في مخاوف زي ما بتكلم الخبر عن غياب نجم ليفربول عن معسكر أكتوبر بسبب أزمة التصويت على جائزة الأفضل عالميا اللي فاز بيها ليونيل ميسي، وجاء ترتيب صلاح في المركز الثاني. في أزمة تفجرت بعد الكشف عن الأصوات اللي أظهرت غياب صوت مصر في التصويت زي ما بيتكلم الخبر، وتحديدا التصويت اللي هو الخاص بالمدير الفني وقائد المنتخب، الأمر اللي دفع صلاح زي ما بيتحدث الخبر في جريدة الشروق، الأمر اللي دفع صلاح لحذف صفة إنه لاعب بالمنتخب المصري بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة إنه هل منح صلاح شارة منتخب مصر وهو شرف مش لصلاح فقط، لأي لاعب مصري وطأت أقدامه يوما ما المستطيل الأخضر إن يكون قائد منتخب مصر، هذا شرف لا يمكن يعني إنكاره. فهل شارة القائد المنتخب لصلاح هي الطردية الكافية؟ أتصور إن صلاح يدرك جيدا ما يمكن أن يكون حدث في هذا الأمر، لكن بالتأكيد لاعب بحجمه أعطى الكثير لهذا المنتخب ولمصر، يمكن أن يكون هناك أخذ ورد وتعامل أفضل من الجهات المختصة بأحوال الكرة في مصر، ونتمنى إن الأزمة تنتهي على خير. دي كانت جولة سريعة في صحف مصر، وهنعود ونلقاكم إن شاء الله تعالى في نفس الموعد وحلقة جديدة من صحافة الغد. لكم مني أطيب التحية.